السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي وحبيبي، مرحبا بكم مرة أخرى مع فيصل المدن في قناة فيصل المدني. أخوتي وحبيبي، قبل ما نمر الموضوع طبيعي الحال كيف ما العادة ديما كنرحبوا بالناس الجدد، وكذلك تنشكروا الناس اللي هما مشاركين معنا بالقناة ويتعاونونا بالبارتاج أو باللايك ديالهم الخوت. وكذلك إذا كنت كتشوف الفيديو لأول مرة شارك معنا في القناة ودقوا على الجرس باش يوصلك الجديد، واعطينا لايك بطبيعة الحال إلى عجبك الموضوع الخوت، وهذا ليس أمرا وإنما فضلا. خوتي وحبابي، الموضوع ديال اليوم جد مهم، ألا وهو قررت أوروبا فتح الحدود مع 14 دولة. يعني أوروبا، الاتحاد الأوروبي أو أعضاء الاتحاد الأوروبي قرر على فتح الحدود ابتداء من 1 يوليوز يعني يوم الأربعاء مع 14 دولة الخوت. ما بين هاد 14 دولة هناك 3 دول عربية. يعني الخوت كل شيء كيتسائل، كنا كنعرفوا على أن هاد جائحة كورونا خلات البيبان ديال الحدود كلها مسدودة، والله يحسن العوان تنشوفوا مازال كنشوفوا على أن إخواننا العرب لا زالوا عالقين بالديار الإسبانية على ما يزيد أكثر من 4 أشهر الخوت، والله يحسن العوان. وكذلك نشوفوا إخوان ديالنا المغاربة خوتنا وحبابنا مازال عالقين بالديار المغربية، وكذلك بالدول الجزائرية وبدولة تونس وغيرها ودولة موريتانيا كذلك وغيرها من الدول العربية الخوت. والله العظيم فاش نزل هذا الخبر هذا فرحنا وبغينا نتقاسموه معكم باش نعرفوا شكون الدول هادو اللي غادي تحل أوروبا بباب الحدود ديالها بريا وجويا الخوت. كنا كنعرفوا على ان الاعضاء الاتحاد الاوروبي قرروا داروا واحد الاجتماع وقرروا على انهم يحلوا 1 يوليوز البيبان ديالو مع 14 دوله. ودابا غادي نعاود لكم شكون هاد 14 دوله الخوت. هناك استراليا، كندا، كوريا الجنوبيه، واليابان، نيوزيلندا، رواندا، اوروغواي، بالاضافه الى 3 دول من البلقان ألا وهي جورجيا، الجبل الأسود، وصربيا الخوت. والدول العربية ألا وهي المغرب وتونس والجزائر الخوت. يعني واحد شهر 7 يعني يوم الأربعاء القادم غادي تحل الحدود البرية والجوية مع المغرب الخوت، المغرب والجزائر. خوتنا وحبابنا الجزائريين ديما بقاو خاوه خاوه الموت، واخوان ديالنا التوانسه بقاو ديما خاوه خاوه كذلك. يعني هذا القرار جاء من بعد الاجتماع ديال اعضاء الاتحاد الاوروبي وقرروا يفتحوا مع هاد الدول. لاحقاش لاحظوا على ان هاد الدول هادو ان المرض ديال كورونا عندهم كونترولي، يعني الحاله ديالها ما مرتفعش بزاف، ولكن كنشوفوا بينما السعوديه والولايات المتحده ما بغاوش يفتحوا مع الحدود لاقاش عندهم الحالات ديال الوباء والاصابات ديال كورونا فيروس مازال مرتفعه وما بغاوش يفتحوا مع الحدود، وكذلك من بعض الدول الاخرى الخوت. يعني هذا الخبر جد هام، هذا الخبر يعني فرحنا به بزاف فاش شفنا غادي تحل الحدود ان شاء الله بحول الله، او الناس اللي عالقات مشي عند وليداتها، وكذلك الناس اللي باغا جازي فيزا بقات حاصله هنا ما عارفه فين تمشي ولا فين تجي، فين توخر ولا توخر. يعني الحمد لله الا ان شاء الله بحول الله مازال خصنا نشوفوا غير الرد ديال الدوله المغربيه ان شاء الله بحول الله، وربما يوم الاثنين او الثلاثاء غتخرج بواحد القرار. وكذلك واش غتحل الحدود يعني مع الاتحاد الاوروبي كذلك نهار واحد في الشهر ولا ما غاديش تحل. يعني حنا مازال ما عرفناش ومازال ما عرفنا القرار ديال الدوله المغربيه اللي هي بلدنا الاولى والاخيره، يعني البلد الام، واش غادي تحل هذه البيبان ديال الحدود برا وجوا ولا ما غاديش تحل ان شاء الله بحول الله. نتسناو هذا الخبر يوم الاثنين، بينما الاتحاد الاوروبي صافي راه قرر، يعني سناو نهار الاربعاء ان شاء الله بحول الله غادي يحلوا الحدود ديالهم، والناس غادي تمشي وتشوف يعني وليداتها وحبابها وصحابها. كما تنقولوا الخوت ديما الوقايه خير من الف علاج الخوت، الوقايه خير من الف علاج. كيف ما كنلاحظوا في دول اسبانيا ظهور بعض البؤر
بعض البؤر في بعض المدن يعني زيادة في حالة الوباء. كنلاحظوا على ان البارح كانت 196 حالة والبارح كانت 157 حالة يعني، وكاين وفيات يعني البارح 11 وفاة والبارح كانت 15 وفاة، يعني 11 منها كانت كاسيا ليون. يعني الخوت يعني مازال الامر ما تحكمش، راه خصنا منا من ريوسنا يعني المهاجرين ان نحميو راسنا بريوسنا، فلا داعي انهم يقولوا لنا هما، فهمنا؟ فلا داعي. كذلك راه هناك غرامات الخوت بالنسبه للناس اللي ما يحترموش مسافه الامان، بالنسبه للناس اللي ما كيديروش ماسكاريات، راه قرروا والغرامات يقدروا يوصلوا حتى 600,000 اورو الخوت، حتى 600,000 اورو. فلهذا الخوت حذروا راسكم، وتنقولها ومازال تنعاودها، يعني انسان يحذر راسو ويعاود يحذر راسو. وكذلك ان شاء الله بحول الله لاحظوا الاخبار السيمانه الجايه ان شاء الله بحول الله، خصنا نتبعوا الاخبار الدوله المغربيه والجزائريه والتونسيه، واش هما قرروا كذلك على انهم يحلوا الحدود مع الاتحاد الاوروبي او مازال ما قرروش، يعني القرار يرجع لهم. وربما الاتحاد الاوروبي مادام قرر على انه يحل الحدود الا انه هناك تكون واحد اتفاقيه، لاقاش ما عندي حتى شي حاجه كتثبت على ان الدوله المغربيه او الدوله الجزائريه والتونسيه على انها تحل الحدود، ولكن اللي كيثبت على ان الاتحاد الاوروبي راه خرج الاعضاء ديالو داروا الاجتماع ديالهم وقرروا على انهم ان شاء الله بحول الله غادي يحلوا الحدود ديالهم. كما غادي نخليكم يعني معلق في الصفحه من بدايه الفيديو، يعني تشوفوا الدول اللي تحل معاها كذلك، يعني هاد الناس هما اللي سيطروا على المرض وسيطروا على الكورونا هذه اللي حقيقه الانسان مازال ما لقاش العلاج، مازال ما لقاش اللقاح، مازال ما لقاش حتى شي حاجه. يعني لما كنوصيكم وتنوصيكم على انكم الوقايه ثم الوقايه ثم الوقايه الخوت، يعني راه انت خصك تحمي راسك براسك مازال عاوده. يعني هذا الخبر جد مفرح، واتمنى من الدوله المغربيه باش انها تشوف الناس العالقين بالديار الإيطالية والتركية بجميع الديار الاوروبيه، دير معاهم شي حل باش انهم ترجعهم، لقاش وتنقولوا وصلت سيل الزبه، يعني راه الناس مساكن راه تيعاني ومازال كيعانيو بزاف. وهنا في ديال اسبانيا كنشوفو ما بغيتش نديرو شي فيديو، الناس مازال كتعاني ومازال كتودي مساكن، يعني لا اله الا الله، يعني الغالب الا الله سبحانه وتعالى. اتمنى انهم يلقاو شي حل ان شاء الله بحول الله، ويرجعوا كل العالقين بالديار الاوروبيه الى ديار الام الا وهي المغرب، كذلك كل العالقين بديار اوروبيه الى الديار الجزائريه والتونسيه والدول العربيه باجمعها الخوت. كنا غنبقاو خوت وغنبقاو احباب، كنا خوا الخوت. فلهذا هذا خبر جميل 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 جدا على انك كتسمع الاتحاد الاوروبي انه يحل الابواب ديالو برا وجوا مع ثلاثه الدول المغربيه، يعني المغرب والتونس والجزائر. هذا فخرا لنا، لاخاش كنشوفوا ان هاد الدول هادو انه قدروا يسيطروا على المرض. ديما كنشكروا بلادنا و تنشوفوا الناس اللي كيخدموا بجديه يعني، وباش انهم يسيطروا على هذا المرض هذا. بخوتي وحبابي ربما راني ما نطولش عليكم بزاف، هانتوما شفتوا بعينيكم ان شاء الله بحول الله الحدود ان شاء الله غادي تحل. نتسناو اثنين وثلاث نشوفوا القرار دوله المغرب باش واش تحل الحدود ولا ما تحلش ان شاء الله بحول الله. وحضروا راسكم تنقولها ومازال تنعاودها، يعني الكمامات مسافه الامان، وانسى كل مره جوج مرات يغسل يديه بواحد الكول، يعني ضروري 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 الخوت. فلا داعي نخليو الناس عاد يجيو لنا شنو نديرو، ودابا راه كمامات فرماسيان راه كلشي فابور، كلشي المسائل فابور، يعني جيب الكمامه وديرها واحترم مسافه الامان باش تحمي راسك وتحمي عائلتك وحبابك وصحابك. وان شاء الله بحول الله مشيتي ديار الام دير واحد التحاليل جوج تحليلتين، والتزم بالحجر الصحي يكون عندك في البلاد ان شاء الله بحول الله. واتمنى الخير للجميع، غير حضروا راسكم وفكروا مزيان قبل الانسان ما يخطا شي خطوه، قبل ما يقطع شي بي. اذا كان عندك شي غرض ضروري، يعني هذه نصيحه لا غير، ماشي انك نقول لكم ما تهبطوش للبلاد، ولكن نصيحه باش الانسان ما يضيعش فرصه العمل ديالو، ما يضيعش يعني ناس وحبابه، وكذلك ما يعاديش ناس وحبابه، يعني ديروا الاناليزيز وشوفوا راسكم واش نتوما ما فيكمش المرض ولا فيكم المرض، انكم التزموا بالحجر الصحي، يعني الدواء ديالو راه سهل. واتمنى ثم اتمنى انهم يلقاو اللقاح ديالو. فهذا من البر خوتي وحبابي، اتمنى طريق السلامه للجميع والعوده الى الديار
الأم المغربية والتونسية والجزائرية على أنهم يرجعون تكون الناس العالقين بالديار الأوروبية دائما وأبدا. معكم المدن فيصل بالأخبار صوت وصورة، وشكرا لله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبكم بالله، والسلام عليكم.